وأدنى مياه نقدر نحصل بيها، أدنى مياه نقدر ناخذها من تركيا. احنا اليوم تبادلنا التجاري مع تركيا يقدر بمليارات الدولارات. احنا لمجرد ان نفكر زين، نفكر نوقف هذا التبادل التجاري معه او نهدد، راح يفتحون المي وكأنه شيء لم يكن. بس مجرد ان نفكر، انتوا تدرون تركيا سياحتها وتجارتها نقطة مهمة ومال كبير جدا يدخلونها من العراق. اي عراقي هسه يريد يروح سياحة وين يروح؟ تركيا لاسطنبول. اي عراقي يريد مثلا تاجر يريد يشتري مساتل، يريد يستورد مساتل، من يستورد؟ من تركيا. يريد يستورد اي شغلات هاي مواد غذائية وغيرها، المعجون ناخذ جيبه من تركيا، زير وغيره معجون يعني. واحنا الطماطم عندنا ما شاء الله معجونها انا استورد من تركيا ليش؟ ما نقدر. المهم احنا لمجرد ان نفكر نهدد ان نوقف هذا التبادل التجاري بيننا وبين تركيا راح يفتحون المي غصبا ما عليهم. احسن من ما هسه دجله كل يوم يطلع لنا فيديو جديد، واحد يتمشى بالمي، واحد يعبر. ترى الموضوع زاد عن حده. فيا حكومة تصريف الأعمال اللي ما أعرف إيش قد راح تبقى، أنا ما أريد أطلع برا موضوعي، بس حكومة تصريف الأعمال اللي موجودة حاليا، إذا أنت باقي 4 سنوات قلينا بلغينا، إذا مشلوفة عالج حال الراحة وان بلغينا حتى نفتهم من الناشد. اليوم أنا أريد أوصل صوت الناس، المن الأناشد من غير أناشدكم، غير أنتو الأشخاص اللي لازمين هذا البلد مثل ما يقول. وأنا جاي أحكي باللغة الدارجة العامية إذا توصل للجميع. فإحنا نعاني من تصحر ونعاني من شحة مياه. زيد المي راح نقدر نزرع، راح نسوي حزام أخضر، راح نسوي تشجير. لذلك هذا الموضوع لازم تخلوه في بالكم، إنه البلد بحاجة إلى عمل، وهذا العمل ما يجي وأنتوا خالين إيد على إيد ومتشتفين وساكتين وكل شيء ماكو. هذا يدور الحصة مالته، هذا يدور الكعكة مالته، هذا يدور منين راح يجيب فلوس. الله وكيلكم. بعد ما تقدرون تضحكون على ذقون الشعب، الشعب صار واعي، الشعب صار يفتهم. فأتمنى انه تشتغلون حتى تندكرون بسيرة حسنة، مو تجي وتروح حالك حال الراحة ويا مكثر الحرامية اللي جت بهذا البلد.